ذهبت مع والدي لأداء فريضة العمرة، وقبل الدخول إلى مكة جاءني العذر، وكنت حديثة العهد بذلك، ولم أخبر أحدا لشدة خجلي، وأتممت العمرة، وبقينا هناك حوالي 3 أيام، وكنت أفعل كما يفعل الناس، وكما يفعل المصلون، فهل علي إثم في ذلك؟ وما هي كفارته؟ وما هو توجيهكم لأمثالي؟ جزاكم الله خيرا. المرأة الحائض إذا أصابها الحيض وهي محرمة للحج أو العمرة فإنها تبقى في إحرامها ولا تدخل المسجد الحرام ولا تؤدي شيئا من مناسك العمرة حتى تنقطع عنها الدم وتغتسل، ثم تذهب إلى المسجد الحرام وتطوف طواف العمرة وتسعى بين الصفا والمروة وتقصد. وأما الحائض وهي محرمة للحج فإنها تفعل ما يفعل الحاج، غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر لنهي النبي صلى الله عليه وسلم الحائض عن الطواف بالبيت حتى تطهر، فما فعلته هذه المرأة غير صحيح، والعمرة باقية التي أحرمت فيها باقية في ذمتها، عليها أن تعود إلى مكة وأن تؤدي مناسك العمرة، وإذا كان حصل عليها جماع في هذه الفترة فإنها تؤدي العمرة على أنها عمرة فاسدة للجماع، ثم تذهب إلى المكان الذي أحرمت منه للعمرة الأولى وتحرم منه بعمرة جديدة تكون قضاء للعمرة فاسد، وعليها مع ذلك أن تذبح ساعة في مكة وتوزعها على المساكين. وأما الصلاة والصيام من الحائض فهذا غير صحيح، فهي منهية عن الصلاة وعن الصيام في حالة الحيض، فإذا انقطع دمها وغسلت فإنها تصوم وتقضي ما تركت من الصيام في الحيض، أما الصلاة فإنها لا تقضيها وإنما تصلي بعد الطهارة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح، هذا عذر شرعي كما تفضلتم. أختنا لفت نظري في سؤالها عبارة تقول فيها: لم أخبر أحدا بذلك لشدة خجلي، وحينئذ ما هو دور الأمهات في مثل هذا الصالح؟ جزاكم الله خيرا. نعم، دور الأمهات ودور العلماء ودور أهل الذكر عموما هو وجوب البيان للناس، أن يبينوا للناس أمور دينهم، إنما هذا الذي حصل نتيجة جهل، لأن الحياء لا يمنع منها إلى الأمور الدينية، لا حياء في الدين، هذا ليس من الحياء المحمود، هذا من الخجل المذموم ومن الشيطان، الحياء لا يمنع من أمور الدين ومن سؤال أهل العلم أما أسأل، فهذا خطأ، خطأ واضح، خطأ من المرأة التي تزعم أنها تستحي أن تسأل، وهذا خطأ أيضا من الموجهين من أولياء المرأة ومن علماء المسلمين والدعاة إلى الله عز وجل، أنه يجب أن يبين للناس أحكام دينهم وما يلزمهم في عباداتهم، أما أن يتوجه كبعض الدعاة إلى الكلام في أمور عامة لا يستفيد منها المسلمون أو لا يستفيد منها العامة بالذات، ويبقون في جهلهم وهم يحسدون للناس الكلام من هنا وهناك، فهذا ليس من الدعوة إلى الله في شيء، وإنما هو من حشو الأذهان بشيء لا تحتاجه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.